شو بلاقي ما في حدا؟ نحن جايين بكير ولا هو متأخر؟ لا انتو السابق، نحن جايين بكير. على بين ما نشرب قهوتنا بيكون وصل. ليقوم متأخر. لا يا بهجت، اوعى تغلط في غلطة مرة ثانية. نحن عنا بإصابتنا، بقصد بشلتنا، المواعيد مقدسة أكثر من الأمريكان نفسهم. شو بتشرب أستاذ حسام؟ أستاذ حسام شو بتحب تشرب؟ قهوة سادة. اثنين سادة لو سمحت. على عيني. وليش ناديتني حسام؟ أخي مو ضروري الجرسون يعرف اسمك الحقيقي. نحن عنا بالعصابة، قصدي بالشلة، التمويه شغلة أساسية، ومعلمنا الله يطول بعمره بيقتبس هالحركات من الأفلام الأمريكية والبوليسية اللي بيشوفها. يا أخي فعلاً معلمنا زلمة عجيب وما بيضيع وقته بنوم، ويا مين تراه قاعد عم يدرس ويطلع على آخر ما توصل إليه علم وفن النصب والاحتيال والسرقة، سواء كان هذا الاطلاع بالأفلام ولا بالروايات. يعني باختصار معلمنا رجل كامل ومتنور. يا سيدي الله يعطيه العافية، لأنه الواحد إذا ما تابع شغله الدنيا بتسبقه. إيه لك حتى تعرف أنت مع مين عم تشتغل. إيه قسماً بالله أمك رضياني عليك، لأنك رح تشتغل مع عصابة مثل عصابتنا ومعلم مثل معلمنا. يعني فكرك أنت بتصح لمين ما كان هيك فرصة؟ العالم عم تبوس إيديه وش وقفة حتى ينتصبها للعصابة وهو ما عم يرضى. فعلاً خزيت العين حوله، بس بتعرف قلبي نقزني من عملية اليوم. هلأ هاي بتسميها عملية أنت التاني؟ لكن شو بدي سميها؟ صوتي صوتك أجر. تفضل الشباب. يسلم أخي. مثل ما قلت لك سعاد حسني الله يرحمها مثل ما عاد تشوف الشاشة العربية. يا ولد هاي أخت القمر. هاي شفتني شلون موهت الحديث لما قرب الكرسون؟ شفت طبعا حبيبي، هاي الحركات بيموت عليها المعلم. ايه نحنا عن شو كنا عم نحكي؟ عن العملية. ايه تذكرت، هاي يا سيدي مو عملية، هاي اسمها تحلاية، تنكيشة سنان، تسلاية، طقطقة. وهالعمليات هي بنعملها حتى ما نضل بلا شغل ونضل محافظين على لياقتنا ورشاقتنا وتشغيل مخنا لبين ما تجينا العملية الكبيرة. صحيح ذكرتني، انت شفت افلام الفيديو اللي اعطيتك اياهم الاسبوع الماضي؟ ايه طبعا شفتهم. اسمع مني وارجع شوفهم مرة تانية وتالتة واستوعبهم منيح، لانه في احتمال يمتحنك المعلم فيهم، لانه هو بيحب اللي بيدرسه. طيب مثل ايش بدي يسألني يعني؟ اسئلي عن الفيلم. لانه المعلم بيحب يركز كتير على الجانب الثقافي بين افراد العصابه. بدرس الافلام منيح مشان ما تبهدل. ها منيح اللي قلت لي، معناها رح ارجع اشوفهم مره تانية. بس بتعرف حاسس انه يعني وجودي بهالعمليه مثل قلته، حاسس حالي كومبارس. لا يا حسام لا تغلط، هو صعيد دورك بالخطه صغير كتير بس اساسي ومهم. والمعلم وقت اللي بيوزع الادوار ما بيدور على الدور الكبير والدور الصغير، بيعطي كل واحد على قد امكانياته. واذا اثبت اليوم موجوديه أكيد بالخطة الجاية رح تاخد دور أكبر من هيك بكتير، أنا واثق. صباح الخير شباب. أهلا. أهلين أستاذ نوري. أهلين. لسه كل يوم تطلع لي باسم شكل هلكنا بقى. ضرورات المصلحة يا حد. وشو سميته للعيد تاني اليوم؟ حسام. حسام يلا يلا قوموا يا شباب دوبنا. يلا. شوف. علي. يلا. بدي شي ورقة يكون عليها القيمة. شلون يعني استاذ عليها القيمة؟ يعني يكون رقم خرج يربا. ايه تكرم عينك، هي كل ورقة، نقي الورقة اللي على كيفك، تفضل. هات لي 20 مليون. 20 مليون. شو رأيك بهالرقم؟ صفرين، خمستين، سبعتين؟ والله معقول كثير، بعدين هي الأرقام المكررة استاذ دائما عم تربح. بنعدها الخمسات. يا أخي أنا ما بحب الخمسات نهائيا، مسيك. طيب شوف لي هالنمره هي استاذ، مكرره وما فيها خمسات. ارجيني لشو؟ لا 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 لا، هذا ببلش بثلاثة، انا بدي اياها تبلش بالصفر، لانه المكنه الاخرانيه اللي على اليسار عم تعلق دائما على الصفر، فبدي اياها يبلش بالصفر. طيب استاذ شوف لي هالنمره هي، اكيد رح يعجبك الرقم. ارجيني لشو؟ 20 مليون. 20 مليون.
هلا قبل ما تتصل اخذت اشاره؟ طبعا ما شفت اعطاك اشاره. لسه بدك فك خبز كتير. وليش بقى؟ هلا انت ما انتبهت لما شلح النظارات. ايوه عم يعطي خارج التغطيه. طيب شو العمل؟ بتصدق هالبلد مو خارج الواحد يشكل عصابات محترمه ويخطط لعمليات كبيره. اوف وليش بقى؟ كشو ليش بقى؟ شغله صغيره مثل هي ممكن تفركش لك الخطه كلها، يعني اذا اعتمدنا على الموبايل وما اشتغل بنروح دبلكي. معناها لا احكم الكابين. استنى استنى علا. الو يا طيب القلب وينك؟ انا بانتظارك مليت. ايه ايه طبعا طبعا صاروا بالان. اوكي باي. شو هي يا طيب القلب وينك؟ اسمع لك، حتى كلمات السر اللي بنستعملها بالعصابه جديده ومبتكره، وما في عصابه بالبلد قبلنا بتستعملها. شو بدنا استاذ بين كل هالارقام؟ ما عجبك ولا رقم؟ لك طول بالك شوي، شبك وصلتك مهروه؟ لا اله الا الله، شوف هالنمره هي حلوه هي، تعجبك. هي 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 منيحه، هي منيحه كثير. مبينه كثير منيحه. هيك تعال. عوضين، الله معه. ايش صارت الساعة؟ 11 وربع. شفت؟ خلصنا على بكير. غب لك ساعة وتعاخدني، بس لا تغبط كثير. الجماعة عم ينتظرونا لنمضي معهم العقد. تؤمر استاذ. تحياتي استاذ. اهلين وسهلين. شو بتحب تشرب؟ قهوة حلوة إذا سمحت، مع كاسة مي إذا بتريد. على عيني وراسي. كميل الو. مرحبا سيد كميل، انا خلصت من البنك
والمبلغ صار جاهز معي. هلا عم احكي من الكافيتيريا. اي نعم. العقود جاهزة. اي نعم. لا لا نحن على موعدنا اذا الله راد بعد ساعة تقريبا. اي بكون عندك. يعني على بين ما اشرب فنجان القهوة. وهو كذلك. الله معك كميلي. تفضل استاذ. يسلموا ايديك حبيبي. عاش من شافك حبيبي او سمع عنك خبر. لحد هلا كله بالسليم والسيناريو ماشي تمام. يلا ليه؟ انا اسف للازعاج بس حبيت اقعد واحكي معك اذا ما عندك مانع. لا لا ولو. اهلا وسهلا تفضلي ارتاحي. شو بتحبي تشربي؟ لا لا يسلم ايديك هلا شربت فنجان قهوه. حضرتك اول مره بتجي لهون؟ اي والله اول مره. وانت؟ انا اول كل شهر بيجي بشرب فنجان قهوه هون. يظهر انك بتقبضي راتبك اول كل شهر وبتحبي تدللي حالك بفنجان قهوة بالكافيتيريا، مو هيك يا آنسة؟ صحيح، بس انا مو موظفة، انا مديرة شركة استيراد وتصدير. برافو عليكي، يعني صبية بهالعمر هاد ومديرة شركة، شغلة غريبة شوي ما هيك؟ ليش انت شو عرفك بعمري؟ يا آنسة، صحيح انا الله حارمني نعمة النظر، بس بنفس الوقت الله عاطيني ملكات تانية قوية ممكن تعوضني عن عجزي. يعني مثلا أنا من صوتك قدرت ميز عمرك. طيب قديش بتعطيني عمر؟ يعني بين 25 و28 سنة مو أكتر. يا سيدي ظنك طلع بمحله، أنا عمري 27 سنة. ها شفتي شلون؟ معناها معي حق استغرب شلون مستلمة حضرتك مديرة شركة وبهالسن الصغير هاد. شو يظهر واسطتك تقيلة كتير؟ بالفعل واسطتي كتير قوية لأنه بابا هو اللي دعمني. والسيد الوالد شو بيشتغل؟ صاحب الشركة يلي أنا مديرتها، يعني شركة قطاع خاص واختصاصها بالاستيراد والتصدير. أيوة بس ما قلتي لي شو إلها علاقة هالشغلة بجيتك لهون أول كل شهر؟ أنا بيجي على المصرف وبسحب رواتب الموظفين وأرباح الشركة كل شهر، ومتعودة أشرب فنجان قهوة هون كل ما أنزل على البنك. طيب يا آنسة، يعني معقولة تحملي هيك مبلغ كبير وتجي فيه على الكافيتيريا؟ ليش شو فيها؟ هاي حضرتك عم تساوي نفس الشي. وشو عرفك أنه أنا معي مبلغ كبير؟ عفواً أنا صدفة شفتك بالبنك وأنت عم تقبض المصاري وتحطهم بالشنطة. إيه؟ وصدفة سمعتك وأنت عم تحكي تليفونك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الواحد قد ما أخذ حذره إلا ما يشلق الناس يلي حواليه. مظبوط، والمفروض إنك تاخذ حذرك أكثر من هيك. عفوا يا آنسة، ليش هيك عم تحكي بصوت واطي؟ في شيء؟ إيه نعم في شيء. في ثلاث شباب قاعدين مقابلنا والظاهر انهم حاطين عينهم على الشنطة يلي معك. شو هالحكي؟ ليش شو عرفهم انه معي مصاري بالشنطة؟
ما بعرف، بس في احتمال يكونوا مراقبينك من الصبح. العمى العنين، شو بدنا نعمل يعني؟ ولا يهمك استاذ، بتحب اطلب لك الشرطه؟ وشو بدنا نقول للشرطه؟ الموضوع كله لسه تخمينات. معك حق، ما في عندنا شيء نقوله. لا، والمشكله انه الشوفير مطول ليرجع ياخذني. عفوا يا انسه، شو اسم حضرتك؟ انا اسمي لينا. عاشت الاسامي. وانا اسمي سامي. تشرفنا استاذ سامي. الله يزيدك شرف. انسه لينا، ممكن تساعديني لاطلع من هون دخيلك؟ ليش، لوين بدك تروح؟ مو مشكله وين بدي اروح، المهم اطلع من هون باي طريقه. طيب تفضل. معناها شغله جد؟ هيك يبدو. طيب انت معك سياره؟ ايه معي سياره ليك. طيب خلينا نطلع فيها، بطل السياره امن من الوقفه بالطريق. بيكون احسن. امشي امشي. يلا. تفضل استاذ سامي، ليك السياره. ما بعرف شلون بدي اشكرك يا انسه، الحقيقه انت الله بعث لي اياكي من السما. ولا يهمك ولا يهمك استاذ، بس ما قلت لي وين بدي اخذك. اذا ما عندك مانع يا انسه بنعمل كم لفه بسيارتك على بين ما توصل سيارتي. طبعا هذا اذا ما عندك مانع وعندك وقت يعني. ولا يهمك ولا يهمك. تفضل. يلا. ظهر الشغلة ما فيها مسح بنوب، شباب ورانا. شو هالحكي، لساتن ورانا؟ ايه، شو بتحب نسوي استاذ؟ دخيل عينك لكان خلينا نرجع على القهوة، إذا لقينا شوفير هنيك بتكون انحلت المسألة. وإذا ما لقينا؟ ساعة ما نفكر شو ممكن نعمل. طيب أوكي. قدام القهوة؟ ايه. لساتهم لاحقيننا؟ لا لا لا، ما في حدا، الظهر انهم راحوا. خي الله يطمنك، بتصدقي صار قلبي بين رجلي؟ بس على كل حال نحن المفروض ما نطمن كل هالقد، في احتمال يرجعوا بأي لحظة. معناها لازم نتصرف بسرعة. دخيل عينك يا انسة، الشوفير تبعي ببين عليكي؟ ايه ليكو عم ينتظرك جوا، رح انزل اندهله. وشلون بدك تتركيني لحالي؟ قلت لا تخاف، ثواني وبرجع لك. ايه؟ لا تطولي. لا. لو سمحت يا اخ. خير يا انسه. كان في رجال قاعد هون من شوي. امتى؟ هلا من ثواني. يمكن فات لجوا، لحظة لشوفك. يلا. شو لقيته؟ ما لقيته. غريبة، شلون هيك اختفى بلحظة؟ طيب أنا بقدر أخدمك بشي؟ دخيل عينك، أول ما تشوفه قل له الأستاذ سامي منتظرك بالسيارة المرسيدس اللي برا. أني مرسيدس؟ لك هي. لك العمى، وين طارت السيارة؟ هاي 50,000 سمير. هات. قديش صار واصلكم؟ هلا كل واحد صار معه 100,000 ليرة. ابي كفيكم هيك، هات الباقي لهون. عفوا معلم، بس هيك قليل كتير. لك اخي ليش انتو شو اشتغلتوا؟
أنا اللي حملت نص العملية على كتافي، ليش قليل دور الأعمى اللي مثلته؟ قسما بالله آل باتشينو ما قدر يمثل هيك دور بفيلم عطر امرأة. قدر يمثله؟ ما قدر.